نتمنى تكونوا كلكم بخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا رقم 2 خاص بالعيد ميلاد فتح وافكار لهدايا للعائله. غادي تدوزوا معايا واحد الوقيته اللي هي ممتعه، وغادي يكون واحد الروتين خفيف عند حماتي. الف مرحبا. Merci pour les possibles. Ouais, on va rallumer. ومن بعد ماكله والحلوه، دابا غادي يبداو بفتح الهدايا بشويه بشويه. بالنسبه للهدايا فكاينين فيها هدايا للبنات وهدايا للاولاد، وحاولنا نختاروا هدايا اللي يكونوا مفيدين لهم. غادي تشاهدوا معايا التفاصيل الان. بون انيفيرسير مو يايا. بون انيفيرسير يا يايا. برافو. انت هانديكابي avec ton moi. بقى وين مسكين. تا ايد لو ما بوس. Ta maman toujours elle est comme ça. Si. Oui. Ah ça. Moi je savais pas quoi calmement. Si on avait pris ça. بينكم شكون اللي عقل على هذه العباد؟ العيبه ما يسأل هي اللي شراتها لخوها، دونك ما تتبعش، غاليه بزاف. دونك هذا هو عباره عن ستيلو ماجيك، نورمالمون تديريه فوق الكتاب وتيبقى يدوي لك بوحديتو. كانت شحال هادي عطيتو ليه طاطا هنا، ولكن راه وضرو وعاوداني عاوتاني شرينا ليه واحد اخر لحقاش قال لي بغاه. فوالا Et là, tu vois, tu vas pouvoir aller avec le stylo, ouais. pointer sur ça. Ouais. On va faire tout à l'heure, vous allez voir. وبالنسبه لميساء عاوتاني فاخترنا ليها سيلويات، ماشي سيلويات، هما فوتخ ولكن فوتخ فيهم لي بايات. هذه لا كوليكسيون اللي كنت وريت لكم شحال هذه فاش كنت خرجت انا وياها، تتعجب بزاف البنوتات تيجيو غزالين في الكتبه، هكا تيكونوا فيهم دي بايات. ميساء افيك دي بايات هما نورمالمون دي فوتخ افيك دي بايات. دونك اللي بغى شي كادو تنقولوا ليه اختار، ولكن في هذا المجال هذا وفي هذا المجال هذا هما تيعجبهم الحال، يعني فريمون تتربوا فيهم واحد الحاجه. هما دائما يختاروا الحوايج اللي هما مفيدين، بحال مثلا هادو ديال الرياضه، مهم حبوله ديال الرياضه اختينا. هذا ديال ميساء وواحد اخر ديال يانيس. وبالنسبه ليانيس عاوتاني في المجال ديال الدراسه فخدينا ليه هذه اللوحه العجيبه اللي تكتبي فيها وتتمسحي. نورمالمون كانت عنده وحده ولكن ما كانش لا كاليتي نتاع تاع زويونه، دونك هادو لا كاليتي نتاعتهم زوينه، كنا خديناهم من عند جوي كلوب. اردواز ماجيك، لوحه ماجيك. يا باكو يانيس كي فا جوي بيل كم سا اي لي جو تو كولون لا. Et en gros, tu dois dessiner par-dessus ces trucs et tes idées. Comme... Attends. Ça, par exemple. بالنسبة لهاد الهدايا ففيهم حنايا، حنايا خلاص انايا وبابا، وفيهم جدو وجداتو، وفيهم تطاهم نوال حتى هي صيفطت لهم شي حاجه شراو بهم هاد السبرتيله، ماشي هادي، هادو لي دوز ازيداس، وحده ديال ميساء وحده ديال تانيس بنفس الشكل. وانايا كنسمعهم بغيت نخص حتى انايا، ولكن ما لقيتش لاطاي ديالي، لاطاي ديالي هي 40 ما لقيتهاش. غير مو هكا زوين كلبسيه هكا بحالك بحال الوليدات، خصوصا في لي شوسيغ هكاك في سبرزيلات. دونك يانيس عاوتاني غادي يحلاش الحبل او الكوردا سوتي واشرينها ليه في اللون الازرق. الرياضة زوينة. اه
وكما العاده في كل عيد ميلاد فتيعطوهم واحد لوفلو فيهم الفلوس تفرحوا بهم الدراري، ولكن انايا تنهزهم وتنخليهمش عند الدراري. وهكا كاين فوا تعجبهم شي حاجه مثلا في شي محل او تنشوفها اللي هي مناسبه اليوم فتنعطيهم يشريو بهذوك الفلوس، المهم تيبقاو عندي انا ما تيبقاوش عند الوليدات. وهذه هي السبرديله ديال تيانيس، دونك بحال هاد السبرديله تاع البنات فتيكونوا زوينين الاولاد وزوينين البنات وزوين الكبار وزوينين الصغار. دابا غادي تمشيو معايا شي شويه لداري وغادي نوري لكم بعض هدايا اللي يمكن تقدموهم في العيد ميلاد ولكن الكبار رائعين جدا. ها هما هنايا البنات، غادي نوري لكم بعض الاشياء بعض الهدايا. دونك هاد الهدايا نورمالمون فتوصلت بهم الموقع اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو على تحت في صندوق الوصف، وهما الهدايا فكل واحد بالاسم ديالو. هنايا منهم نتوما غتعطيكم افكار، ولا عجبكم فغادي نخلي لكم واحد الكود برومو اللي غادي نخلي لكم حتى هو في صندوق الوصف. دونك اول حاجه شوف معايا السلسله هذه الرائعه جدا. دونك هاد السلسله مكتوبه فيها الاسم ديال ميوسة، دونك هادي نورمالمون خديتها لميساء. اللي عندكم السميه نتاعتكم نتوما والسميه ديال البنيتات نتاعكم فممكن لكم مثلا ديروا ليهم وحده دايره بحال هكا، شوف معايا فريمون كيوت وزوينه. ثالث تيجيو حتى الخواتم، تيبانوا شي بحال تيبانوا بحال الذهب ولكن ماشي ذهب. فوالا دونك شوفوا معايا هذا الخاتم هذا كيفاش داير، رائع جدا فريمون زوين. شفتوا معايا رائع. دونك نورمالمون كاينين لي طاي كبيره طاي صغيره طاي على حسب اليديات نتاعكم. دونك غادي تلقاي نورمالمون هادشي كله في الموقع، وحتى الا بغيتو تكتبوا فيه السميه نتاعتكم فممكن لكم عاوتاني تكتبوها. وكاين نورمالمون هذا اللي هو روز جولد، وكاين عاوتاني اللي هو دوري اللي ماشي روز. فريمون زوينين عندهم، عجبني بزاف انايا هاد الخويتي. سينو تيبيعو عاوتاني سنيسيلات اللي هما سامبل فريمون، سنيسيلات هكا ديال النقره تنوري ليكم. شوفو معايا هادي، دونك هاد السنيسيله هادي نورمالمون فخطها ليا فعباره عن سنسله تتكون لاصقه ليك في العنق نتاعك، وفيها واحد بتي ديامون، ماشي ديامون الحقيقي مي بون تيكون فيها واحد بتي ديامون صغيور فريمون زبيونه. وانتيا نورمالمون فتديريها على حسب العنق. سينو كاينين عندهم دي براسلي مثلا الهدايا ديال عيد ميلاد، هذه هي لمكم لحماتكم لوليدات نتاعكم، وهذوك لي براسلي فيمكن لك مثلا تكتبي فيهم او ترسمي فيهم او تصوري فيهم الصوره ديال هذاك اللي تتبغيه. نورمالمون كاينين مثلا سولتوني الاشياء اللي يمكن يكونوا كهدايا مثلا للزوج ولا الاخ ولا الحبيب ولا الخطيب، ما قدرت تلقاو بزاف ديال الاقتراحات. وشوفوا معايا هذا البغاصلي، هذا فهو خاص بالرجال، مكتوبه فيه بابا. شوفوا معايا هذه السلسله هذه رائعه تيبيعوا هذه النوعيه ديال السناسيل اللي يمكن لك ديروهم في جميع السيزون جميع الفصول. خديت واحد البغاصلي، دونك هذا البغاصلي هذا هو بغاصلي تري سبيسيال نورمالمون البغاصلي تيوصلكم داير بحال هكا، وانتيا تديري فيه لي بيتي كور، يعني تديري فيه القلوب اللي انت بغيتي. البنات عطونا الاراء نتاعكم على هذا الشيء. سينو واش باقي شي حاجه؟ كاين هاد السلسله هادي اللي هي سلسله رجاليه، وهاد السلسله هادي نورمالمون ففيها التصويره ديالتي وفيها التصويره ديال تميسه وفيها التصويره ديال تيانيس ما بيناش. شفتوا كيما مثلا تكون كهديه في عيد ديال الاب او هديه للزوج او هديه يعني تصوري كاع العائله نتاعتك، تصوري انتيا وتصوري ليدات نتاعك وتدي لهم هكا في السلسله، هو تيعلقها في صدرو هو تيعلقها، يعني الراجل راه عنده عائله فريمون رائعين. قولوا لي البنات كيف جاكم هذا الشيء، كيف جاكم هاد الهدايا الزوينين فريمون، هدايا اللي فريمون رائعين جدا 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 جدا. كما قلت لكم غادي نخلي لكم واحد الكود برومو على تحت في صندوقي الوصف، وجميع الروابط ديالهم حتى هما على تحت في صندوقي الوصف. رائع هادو التصاور ديال الوليدات حيت كانوا صغيورين، ماشي بانه تبارك الله صراتو على النبي ميساء حتى هي صافي راه تبارك الله الوليدات تيكبروا
صافي دابا حنايا طلعنا حنايا غادي نعسو انايا والدراري غادي نعسو هنايا فوق الناموسيه وزوجي غادي ينعس في البيت ديال اختو حيت ما كايناش اختو حنايا غادي نعسو بثلاثه الدراري يعني ما باش ينعس مع باباها غادي نعسو حنايا بثلاثه نعسو حنايا بثلاثه هنايا ودابا حنا موعد النوم دونك هنايا باقيين في الدار ديال حماتي دونك بالنسبه للوجه انا تنحيد المكياج بهذا ديال لا مارك غلام غلو فتقاد ليا فريمون رائع ما تندير والو ما تنديرش لو ميسيلير ما تندير والو غير هذا تنحك به البشره نتاع تي تحيد ليا كلشي لا للعينين ولا البشره بالنسبه للسنينات تندير هذا ديال جينيفيت المهم قالوا بانه راه طيبيه السنه ولكن لا داكشي ما تيليقش من الاحسن ديرو غير بيكربونات ديال السنان وبالنسبه للادغاتاسيون ديال البشره فتنستعمل هاد لامينياتور ديال استيلودور باقا فيها واحد شويه تندي معايا انا فريمون غير دوك لامينياتور ولا داكشي اللي بيت قاده تما كي تندي معايا عندها دونك تنادغطي بها البشره نتاعتي قبل النوم هذا كان روتين خفيف 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 ها Va pas trop, c'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai oublié mon coussin. Ah mince! Ça va être dramatique, quoi. Ah ouais? Ouais. Bah, ah oui, un oreiller, ça te convient pas, quoi, parce qu'il y a plusieurs oreillers, là, quoi. Ok, bah, bonne nuit! Allez, merci! Merci, bonne nuit! Alice? بالنسبه للجزء الاول ديال عيد ميلاد اللي فيه العشاء فيه استقبال وفيه لا ديكوراسيون ديال لاطاب دونك وركوا على هذا الفيديو اللي كاين هنايا